ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي هتخلينا نعيش حياتنا بسلام ونحس براحه بال ونكون يعني صحتنا النفسيه الى حد ما قويه ومفيش اي حاجه في الدنيا تاثر علينا وتتعبنا او نيجي في وقت نحس ان احنا متضايقين من حياتنا او حاسين ان في مشاكل كتير بتقابلنا، هي اننا نعيش بحب، نحب كل حاجة، نتقبل كل حاجة، نتقبل حياتنا، نتقبل أهلنا، نتقبل ظروفنا، نتقبل شكلنا، نتقبل كل حاجة في حياتنا، نتقبل أزماتنا، نتقبل ضعفنا، نتقبل أزماتنا علشان بتقوينا أوقات كتير قوي، ونتقبل لحظات الضعف ولحظات كل اللحظات اللي بتمر بينا. فصدقوني صدقوني يعني فكرة التقبل والرضا وإن أي حاجة في الدنيا نبقى حاطين في دماغنا يعني حاطين في دماغنا إن إحنا أي حاجة تحصل معانا، أي حاجة تحصل في حياتنا، أي حاجة، حتى لو إحنا مثلا زي ما قلت قبل كده، لو إحنا حاسين إن إحنا مثلا يعني في حاجات معينة مش متقبلينها في الحياة، لازم نبقى فاهمين ومركزين وحاطين في بالنا إن دوت أي حاجة بتيجي من عند ربنا دي حاجة اكيد فيها خير لينا، اكيد فيها يعني فيها حكمة، فيها حاجة حكمة احنا ممكن نكون احنا مش فاهمينها، احنا كبشر مش فاهمينها. فلازم نبقى فاهمين النقطة دي كويس قوي، لان في ناس بتفضل عايشة حياتها طول الوقت بتقعد تتذمر، فكرة التذمر، تفضل تتذمر طول الوقت وتفضل نقمة على حياتها وتفضل ان هي حاسة ان هي مش يعني مش حابة، ان هي مش حابة حياتها، مش حابة، مش متقبلة ظروفها، مش متقبلة مثلا أهلها، مش متقبلة أي حاجة في حياتها، مش متقبلة شكلها، أيا كان بقى الحاجة اللي هي مش متقبلاها، بتبقى دايما حاسة بالنواقص، حاسة إن هي مركزة على النواقص، مركزة على الحاجات اللي ناقصة في حياتها. فدي حاجة بتخلينا دايما نعيش في لحظات التذمر، بتخلينا دايما نبقى مركزين طول الوقت على الحاجات السلبية اللي في حياتنا، وبتخلينا دايما مش شايفين النعم اللي ربنا عطانا، بتبقى بتخلينا دايما ان احنا مش حاسين بالرضا. واهم نقطة انا اتكلمت فيها قبل كده هي فكرة اننا يبقى عندنا رضا. الرضا بيخلق صفاء ذهني، بيخلق سلام، بيخلق بيخلي الروح تبقى صافية، ما تبقاش فيها، ما بتبقاش مشحونة طول الوقت بالمشاكل، ومشحونة بالتذمر، ومشحونة بالشكوى، ومشحونة بحاجات كتير قوي قوي قوي. فعلى فكرة النقطة دي مهمة قوي قوي قوي، ولازم نبقى فاهمين كويس ان اي حاجة بتحصل لنا في حياتنا لازم نتقبلها، لازم نتصالح مع نفسنا ونحب الحياة ايا كانت ظروفنا، ايا كانت حياتنا، ايا كان الضغوط اللي بنمر بيها. فدي نقطة مهمة قوي قوي هتخلينا كلنا نبقى عايشين الحياة بحب وسلام وبخير وبأمان، وهنحس ان احنا يعني الحياة هتبقى احلى وافضل، لان احنا اصلا كده كده بنبقى حاطين في دماغنا ان اي حاجة هتحصل اكيد فيها خير لينا. فالمبدأ ده يعني انا واحدة من الناس ماشية دايما بالمبدأ ده، فلازم نبقى فاهمين كلنا ان احنا لو مشينا بالمبدأ ده صدقوني هنرتاح كلنا وهيبقى حياتنا اجمل بكتير. بس ده كان الفيديو، هو فيديو صغير بس حبيت ان انا اتكلم عن التصالح مع نفس والرضا، وعن ان يعني موضوع ان احنا نعيش الحياة بحب، فدي حاجة مهمة قوي قوي، وان احنا نتصالح مع كل حاجة في حياتنا ونتقبل كل حاجة في حياتنا، نتقبل ظروفنا ايا كانت، نتقبل شكلنا، نتقبل اهلنا، نتقبل الازمات اللي بنمر بيها، نتقبل الابتلاءات اللي بتحصل لنا في حياتنا اللي اوقات كتير قوي بنبقى متضايقين وحاسين ان احنا ضحية طول الوقت، وقاعدين بنشحن روحنا طول الوقت بالاحساس بالحزن، وده اللي بيخلينا دايما في دايرة الشكوى ودايرة التذمر. فدي حاجة مهمة قوي قوي، واتمنى اكون قدرت ان انا اوصل لكم الفكرة، اوصل لكم المعلومة يعني. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب القناة، نورتوني جدا، بحبكم جدا جدا، باي باي.